السلام عليكم عصب، يعطيكم العافية. معكم زميلكم عبد الله رحشي من الفريق العلمي للنادي الطبي. إن شاء الله اليوم راح أشرح لكم لاب الفيسيو رقم 4 واللي بيحكي عن the preparation of blood smear and leukocyte differential count. لاب اليوم بيحكي عن شغلتين، أول شغلة واللي هي مفهوم الليكوسايت، ثاني شغلة كيف نحضر عين الدم. هسا بالبداية يمكن أغلبكم سمع إنه بجسمنا في عنا جهاز المناعة اللي وظيفته إنه يدافع عن جسمك ضد أي أورجانيزم، سواء بكتيريا، فطريات، فيروس، طفيليات، هدفها إنها تدخل على الجسم وتخرب فيه، سواء تقضي على الخلايا، مثلاً خلايا معينة، مثلاً تخرب الأنسجة، تخرب وظيفة خلية معينة، ما بهمنا. المهم إنه إحنا في عنا جهاز المناعة وظيفته إنه يدافع عن جسمك، وبالأخص في عنا الخلايا المناعية واللي يمكن أغلبكم سمع فيها باسمها بالعربي كريات الدم البيضاء. الوايت بلاد سيل لها اسم ثاني الليكوسايت، تمام؟ فالليكوسايت هي الخلايا المناعية اللي مسؤوليتها انها تدافع عن جسمك ضد اي باثوجين خارجي بدخل على جسمك بقضي عليه. شو معنى كلمة باثوجين؟ هيها باثوجين معناها مسبب للمرض. مسبب للمرض زي شو؟ بكتيريا، فيروس، طفيليات، فطريات، من هاي السوالف يعني. فخلص عرفنا وظيفة الليكوسايت، خلينا نبلش نقرأ. هسا الليكوسايت أو الوايت بلاد سيل بحكينا أول إشي إنها نيوكليتد، إلها نواة formed in bone marrow from the same stem cell as red blood cell. شو معنى هاي الجملة؟ خلينا نرجع، هذا شرح خارجي طبعا، بحب أكد عليكم إنه هذا مو مطلوب منكم، المطلوب منكم بس هي السلايدات اللي هذول، واحد وهذا 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 خارجي خارجي، هاي مطلوبة منكم بس أربع صفحات، والدكتور إن شاء الله ما راح تطلع عنهم. وبحب أحكي إنه اللاب كثير سهل صراحة، بده من ساعة ونص لساعتين أو ساعتين ونص دراسة. والأمانة يعني إحنا أخذنا عن الفصل الثاني من السنة الثانية، فما علينا. المهم نرجع للجملة اللي حكيناها. هسا في بجسمنا ثلاث أنواع من الخلايا: كريات الدم الحمراء، كريات الدم البيضاء، الصفائح الدموية، ريد بلاد سيل، وايت بلاد سيل، البليتلت. هذول ثلاث أنواع من الخلايا مصنعهم الأساسي من خلية واحدة، يعني إحنا بجسمنا في عنا خلية واحدة قادرة إنها تتحول لهذول الثلاث أنواع من الخلايا حسب حاجة الجسم. شو اسم هاي الخلية؟ اسمها الستيم سيل. وين بتكون هاي الخلية موجودة؟ وين يتم صناعة هذول الثلاث أنواع من الخلايا؟ بالبونمر. لحتى أوضح لكم الفكرة أكثر، في عنا الريد بلاد سيل، تمام، كريات الدم الحمراء، بتقدر تعيش ل 120 يوم، دورة حياتها 120 يوم. بعد ال 120 يوم خلص بتموت، الجسم لازم يعوض اللي مات، فبيبعث إشارة مثلا للستيم سيل إنه أطلع على الدورة الدموية وتحولي لمثلا مات عندنا 50، بحكي للستيم سيل أطلع على الدورة الدموية تحولي إلى 50 حبة ريد بلاد سيل. هيك هي الفكرة، إنه الستيم سيل قادر إنها تتحول لكريات دم حمراء، كريات الدم بيضاء الوايت بلاد سيل، وقادر إنها تتحول للبليتلت. تمام، وصلتكم الفكرة؟ وصلت. نكمل. حكينا الوايت بلاد سيل مهمتها الدفاع، بروتكتيف باثوجين ديستروينج، تنتقل لكل انحاء الجسم عن طريق شغلتين، عن طريق البلد وعن طريق اللمف. برجع نلخص الفقره بشكل سريع. اول شيء الوايت بلاد سيل لها نواه نيوكليتد، مصنعها الاساسي من البون مارو. من وين بتم صناعه الوايت بلاد سيل؟ من الستيم سيل اللي نفسها يتم صناعه منها الريد بلاد سيل، كمان البليتلت كلياتهم مصنعه من الستيم سيل نفسهم. بروتكتيف باثوجين ديستروينج، وتنتقل لكل انحاء الجسم عن طريق البلاد او الليمف. هسه في انيميشن بسيط بس حاب افرجيكم اياه لحتى توضح لكم فكره انه كيف تشتغل الوايت بلاد سيل. هسه الوايت بلاد سيل بتكون بتمشي بالدوره الدمويه. هسه ما بعرف لو خطر لكم سؤال مثلا كيف الوايت بلاد سيل تعرف مثلا انه بالمنطقه الفلانيه في عندي بكتيريا، في عندي انفكشن. هسا الخلايا اللي قاعد تدمرها الباثوجين بتصير تطلع منها اشارات، بتروح هاي الاشارات اللي هو شايفينه هاي باللون اخضر، مبدئيا هاي الدوائر اللي هاي اللي قاعده بتمشي، هاي الوايت بلاد سيل، والاخضر هاي الاشارات اللي قاعده بتطلعها الخلايا اللي قاعده تتدمر. هاي الاشارات بتروح تمشي بالدوره الدمويه، بتلتقطها الوايت بلاد سيل، محتواها يعني انه في عندي أنا بالمنطقة الفلانية في عندي إشي غلط، في عندي باثوجين قاعد بدمر فيني. الخلية هي اللي مطلعة هاي الإشارات، فبتبلش الوايت بلاد سيل إنها تتبع هاي الإشارات. They'll slow down and begin to stick to the walls of the blood vessel. They then squeeze between the cells of the blood vessel wall and enter the infected tissue. Here, the neutrophils crawl towards the infection as they continue following the chemical signals.
at the site of infection. That's on بس لسات الوايت بلاد سيل انها بتتبع الاشاره. Bacteria are coated with antibodies of the immune system and marked for ingestion. اوكي شايفين اللي على الارض هاي اللي على الارض هو البكتيريا. The neutrophil recognizes the marked bacterium, engulfs it into its body, and traps the bacterium in a sac called a phagosome. The neutrophil contains pouches called lysosomes. هسا الوايت بلاد سيل بس عملت بلعمة للبكتيريا، أكلت البكتيريا. لما صار البكتيريا داخل جسمها، داخل جسم الوايت بلاد سيل، أحاطتها بغشاء. بعد ما أحاطتها بغشاء، راح تبلش الوايت بلاد سيل تفرز داخل جسمها أنزيمات. هاي الأنزيمات بتروح تمسك بالغشاء اللي محاط بالبكتيريا وتبلش تقضي على البكتيريا وتدمرها. Which are full of digestive enzymes and chemicals that can kill bacteria. The pouches or lysosomes then combine with the phagosomes containing the bacteria and release the enzymes and chemicals, resulting in the ultimate death of the bacterium inside the neutrophil. After killing and digesting the هسه بعد ما قضت ال white blood cell على البكتيريا، أكيد زي ما حكيت عن red blood cell إلها 120 يوم لحتى تعيش. ال white blood cell إلها عمر معين، بعد هذا العمر بتموت. طب مين بده يشيل لنا هاي الوايت بلاد سيل؟ مين بده يشيل لنا حطام الوايت بلاد سيل؟ وايت بلاد سيل ثانيه. بس the neutrophil is spent. Having completed its duty, the neutrophil shrinks in size and breaks up into smaller pieces that can be recognized and eaten by other cells. نبلش بالفقره الثانيه. هسه هون بحكي لنا انه الوايت بلاد سيل يتم تقسيمها او الليكوسايت يتم تقسيمها الى جروبين. على اي اساس تم تقسيم هاي الخلايا الى جروبين؟ قالوا لك واحنا بنفحص بعينه الدم لقينا عندنا ثلاث انواع من الخلايا. السيتوبلازم تبعهم لقينا فيه جرانيولز حبيبات، فبناء عليه بنحطهم هالثلاث انواع من الخلايا بجروب واحد وبنسميه جرانيولوسايت. فجرانيولوسايت اجت من انه السيتوبلازم تبع ثلاث انواع من الخلايا فيه جرانيولز فيه حبيبات، تمام. وعلى عكسه الجروب الثاني الاجرانيولوسايت في عندنا نوعين من الخلايا لقوا انه السيتوبلازم تبعهم كلير، ما في ولا اي جرانيولز، ما في ولا اي شيء، خلص هيك فاضي واموره طيبه. هسه بفرجيكم صوره له دقيقه. هي اول شيء مبين عندكم انه هذول الجرانيولز، تمام، هذا السيتوبلازم، وبالمناسبه هاي النيوكليوت سوري هاي النيوكليوس، وكمان هاي النيوكليوس بس انها مالتي لوبيتد. بس هاي هي الجرانيولوسايت، في إلها ثلاث أنواع: البيزوفيل، الإيزونوفيل، والنيوتروفيل، تمام. والأجرانيولوسايت هي شوف السيتوبلازم فاضي، ما في ولا جرانيولز ولا أي شيء، تقسم لشغلتين: ليمفوسايت ومونوسايت. وإن شاء الله هسه بدنا نتفصل فيهم الثنتين ونيجي للفقرة الثالثة. هسه الفقرة الثالثة بحكي لك الستراكتشر والفانكشن لكل نوع من أنواع الخلايا موجود بالتابل تحت. هسا قبل لا ننزل تحت في عنا جهاز اسمه سنترفيوج، جهاز طرد المركزي على ما أعتقد. هذا الجهاز وظيفته إنه يعمل لك على فصل مكونات الدم لحتى تقدر مثلاً تعرف تركيز الخلايا هل هو طبيعي ولا لا، وتقدر تحلل يعني مكونات الدم. فبتأخذ أول إشي عينة من دمك بتحطها بهذا الجهاز، فهذا الجهاز بيعمل دوران وبالنهاية يعني بطلع لك عينة الدم مثل هيك مكونة من ثلاث شغلات. أول شيء في عندك الـ RBC بتكون بالقاع تحت لأنها كثافتها أعلى إشي. بعدها في عندنا الـ White Blood Cell والبلاتلت بيكونوا بهاي الطبقة. هاي الطبقة اللي بتحتوي على الـ White Blood Cell والبلاتلت بنقدر نحكي عنها الـ Buffy Coat. بعدها في عندنا البلازما اللي بيكون أعلى إشي لأنه كثافته كثير قليلة. أنا حبيت أشرح لكم عن الموضوع بس لأنه هنا مذكور Buffy Coat، فحبيت أشرح إيش هي هاي الطبقة وكيف إحنا ممكن نحصل على هذا على هذا الشكل. اوكي نبلش فيهم واحدة واحدة. اول شيء نحكي عن الريد بلاد سيل ولها اسم ثاني اريثروسايت. هسا الاريثروسايت بحكي لك انه كل مليمتر مكعب من دمك في عندك رينج طبيعي لعدد الاريثروسايت. كم هذا الرينج؟ بحكي لك من 4 ل 6 مليون حبة اريثروسايت راح تلاقي بكل مليمتر مكعب من الدم. لقيت العدد زايد، لقيت العدد ناقص، بيكون في عندك خلل، بيكون في عندك ايش؟ خلل، مرض، انفكشن. بعد شوي رح نحكي لكم عن الموضوع، تمام. احفظوا هذا العدد ووظيفتها الفانكشن نقل الاكسجين وبتساعد في نقل السي او 2. الدايميتر تبعها من 7 ل 8 مايكرومتر، برايت ريد تو دارك بيربل. شكلها كيف؟ بايكونكيف ديسك ويزاوت نيوكليي. نيجي هون بس عشان اوضح لكم شو يعني بايكونكيف ديسك. البايكونكيف ديسك يعني زي حبة الدونت وبتكون ضاغط بالنص من هون، يعني فاهمين انه ما بتكون مقطوعة من النص، لا بتكون زي حبة الدونت الدائرية وانت بس هيك ضاغط بأصبعك هون بالنص.
فهذا هو البايكون كيف ديسك. ولو بنلاحظ هون على البلاد سمير اللي هو عينة الدم بنلاحظ انها مش زي اللي فرجيتكم اياها فوق كانت النواة غامقة، لا هون النواة ما في نواة فاتح. هذا الاشي الابيض انسوكم منه مش النواة. هسه نرجع لهون بس عشان اوضح لكم اياها. شوفوا هون هاي النواة غامقة. ولو نيجي هون مثلا هاي برضو ليكوسايت مثلا هاي دقيقة هاي الليمفوسايت تمام، هاي الليمفوسايت هاي النواة لونها نهدي وهاي الريد بلاد سيل تمام. فهل انتم شايفين اشي غامق؟ لا ما في الريد بلاد سيل ما لها نواة. نرجع نكمل. اوكي خلصنا الريد بلاد سيل. وبالمناسبة يعني السورس ده كلهم كلياتهم حكينا من وين؟ من الريد بون مارو. ريد بون مارو. نيجي هسه للبليتلت. معلش بدنا نفشق عن الليكوسايت نخلص من البليتلت كونها شو اسمه قصيرة. هسه البليتلت الرنج الطبيعي المسموح تكون عددها فيه لكل مليمتر مكعب من الدم 150,000 إلى 300,000 تمام تمام. زي ما حكينا السورس لهم كلهم هو الريد بون مارو. شو وظيفة البليتلت؟ بتساعد بالهيموستاسيس. شو معنى الهيموستاسيس؟ هسه انت بس تنجرح مين المسؤول على انه يسكر لك الجرح يوقف لك النزيف؟ البليتلت. فالبليتلت وظيفتها الأساسية الهيموستاسيس. الهيموستاسيس ايش معناها؟ هاي معناها هاي شرح خارج للهيموستاسيس مش مطلوب منكم برجع بكرر. هي البروسيس اوف ستوبينج بليدنج فروم دامج بلاد فيسل تمام تمام. ديسك شو اسمه شكلها زي الديسك ما فيها شو اسمه نواة. والجرانيول بيربل لونهم بالسيتوبلازم. بدي افرجيكم اياها على البلاد سمير دقيقة. اوكي هاي برجع على الليمفوسايت برجع بحكي هاي الليمفوسايت هاي الليمفوسايت وايت بلاد سيل هون الريد بلاد سيل وهاي هاي بليتلت. شايفين هاي الصغيره بليتلت. فانتوا تذكروا انه البليتلت الجرانيول تبعها لونه نهدي. اوكي بنرجع هسه للوايت بلاد سيل. هسه نيجي للوايت بلاد سيل او الليكوسايت. عددها من 5000 ل 11000. وظيفتها fight infection بتتخلص من dead أو dying cell أي خلية بتموت بجسمك بينتهي عمرها. أو حتى نفسها white blood cell فجأتكم بالإنيميشن إنها بس ماتت بيجي white blood cell ثانية بتتخلص منها. هسا الوظيفة الثالثة واللي هي إنها بتحطم الكانسر سيل. الكانسر سيل هو مش pathogen هو خلية جسمك عادي طبيعي تمام. خلية جسمك ربنا خلقنا إياها تعرضت لريسك فاكتور زي الراديشن إشعاعات تحولت من خلية بتفيدك لخلية بتضرك وتبلش تضر بجسمك. فبتيجي الوايت بلاد سيل شو اسمه تقتل فيها. هسا نبلش بالجروبات. اول شيء بنبلش بالجرانيولوسايت بنبلش بالنيوتروفيل. النيوتروفيل اللي هي كانت بالانيميشن فنسبتها من 40 إلى 70%. واحفظوا النسب. وظيفتها فاجوسايت الباثوجين يعني بتبتلع الباثوجين. الدايميتر تبعها 10 إلى 14 كروية بالشكل شكلها كروي. مالتي لوبيتد نيوكليا شو يعني؟ يعني انطباعك الأول عن هاي الخلية إنك بتفكر فيها أكثر من نواة بس لا هي نواة واحدة ومقسمة لأكثر من جزء. تقريبا ممكن نلاقي بالنيوتروفيل من 3 إلى 5 أجزاء. ماتيلوبيوتد كم عدد اللوب اللي أنت ممكن تشوفه؟ من 3 إلى 5. هسا الصراحة بحس إنه ممكن الدكتورة تجيب لكم سؤال إنه مثلا شو اسم هاي الخلية؟ يعني مش شو اسم هاي الخلية بحس ممكن تكون أذكى شوي تجيب لكم هاي الخلية وتحكي لكم شو وظيفتها مثلا ممكن هيك السؤال. فاعرفوهم مش غلط. فالمهم نرجع هسا الجرانيول. شو مواصفات الجرانيول هون؟ بحكي لك انهم فاين ليليك. شو يعني؟ يعني مش معجقين مع بعض يعني مش مختلطين مع بعض كل حبة بحبتها هيك اصح يعني. وبس هيك كل شيء عرفناه عن النيوتروفيل. هسا نيجي نحكي عن النوع الثاني من الخلايا واللي هو الايزونوفيل. الإيزونوفيل نسبة من الوايت بلاد سيل 1 إلى 4% تمام. له مهمتين رئيسيتين. أول شيء الألرجن يفرز وقت الألرجن وقت الحساسية. يعني مثلا لما تقرصك نحلة دبور شو الخلايا اللي راح ترتفع نسبتها بالدم؟ الإيزونوفيل. له شغلة ثانية وياريت نفرقها عن نيوتروفيل. النيوتروفيل فاجوسايت الباثوجين هون لا فاجوسايت الأنتيجين أنتيبادي كومبلكس. أول شيء شو يعني أنتيجين؟ هسا كيف جسمك أو جهاز المناعة بيقدر يفرق هذا الباثوجين عن الخلايا الطبيعية؟ أو كيف بيقدر الجسم يفرق الكانسر سيل خلايا غير طبيعية عن الخلايا الطبيعية؟ هسا الخلايا غير الطبيعية الكانسر سيل أو الباثوجين بيكون عليها
كواشف خلينا نحكي او شغلات مميزه بتخلي جهاز المناعه اول ما يشوف هاي الشغلات يعرف والله انه هاي الشغله غير طبيعيه مش موجوده عندي بالجسم داخل تسبب لي مرض. مثلا ممكن الكانسر سيل، الكانسر سيل بيكون فيهم بروتينات معينه بتخلي جهاز المناعه والله يعرف انه هذا ايش عباره عن كانسر سيل، فخلص جهاز المناعه بيعرف انها كانسر سيل وقتها بفرز انتي بادي. انتي بادي هي اجسام مضاده بتروح تمسك بالباثوجين او الكانسر سيل وبتحفز لك هذا وبتعمل لك كومبلكس. متى ما ارتبط الانتيجين بالانتي بادي بيعملوا كومبلكس، هذا الكومبلكس مثلا بيحفز لك الايزونوفيل انها تيجي على المكان وتمسك بهذا الكومبلكس وتعمل له فاجوسايتوسيس. يعني الايزونوفيل تعمل فاجوسايتوس لشو؟ للباثوجين، بس بشكل ادق خلينا نحكي هي بتعمل فاجوسايتوس للانتيجين والانتي بادي كومبلكس. الدايمتر تبعها من 10 ل 14. سيفريكال سيل كرويه باي لوبت لها لوبين اتوقع انهم واضحين. شو كمان كورز اتوقع انه هاي معناها خشنه، ممكن تتاكدوا من معناها بالعربي. للنواه قاعد هسه بنحكي عن مواصفات النواه وبحكي لنا كمان انها لونها ديب ريد. هسه الجرانيولز بحكي لك انها يونيفورم سايز، يعني ممكن تشوف حجم صغير للجرانيولز حجم كبير دائري كروي مثلا مطاول بالطول ومن هالحكي. هيك خلصنا حكي عن الايزونوفيل. هسه بدنا نيجي نحكي عن البيزوفيل. البيزوفيل نسبته في الوايت بلاد سيل من 0 ل 1%. وظيفتها الاساسيه تفرز لك الهيستامين والهيبارين. الهيستامين والهيبارين بيعززوا من وصول الدم للمكان اللي فيه الباثوجين. ليش؟ لحتى يعززوا استجابه المناعه. الدم الدوره الدمويه شو بيكون فيها الوايت بلاد سيل، لما تعزز وصول الدم لمكان اللي فيه الباثوجين هيك بتزيد من عدد الوايت بلاد سيل اللي بيوصلوا للمكان، صح؟ فبسرعه شو اسمه بيدمروا هذا الباثوجين which promote blood flow to injured tissue. الدايمتر تبعها من 10 ل 12. سيفريكال سيل with لوبيوت نيوكلاي. هسه بنيجي نحكي عن مواصفات النيوكلاي. لارج irregular shape و deep blue granules. لما تشوف granules لونهم شو اسمه بلو خلاص دايركت تعرف ان هاي بيزوفيل. هسه نيجي نحكي عن الاجرانيول. اول شيء في عنا الليمفوسايت، فرجيتكم اياها فوق كانت النواه كثير كبيره، نسبتها من 20 ل 45%. هاي مسؤوله عن انواع معينه من المناعه، بس خلص احفظوها هي مسؤوله عن السبيسيفيك اميونيتي. الدايمتر تبعها من 5 ل 17 والافريج من 9 ل 10. برضه شكلها كروي with large round nuclei. خلصنا الليمفوسايت، نيجي نحكي عن المونوسايت. شو هي المونوسايت؟ اول اشي اهم ما يميزها هي الكدني، الكدني شيب نيوكلياي. النواه زي شكل الكليه، تمام. خليني اقرا هاي البقره بعدين برجع للي فوق. الدايمتر تبعها من 10 ل 24 مايكرومتر. لارج الخليه لارج سيفريكال سيل وذ كدني شيب راوند اور لوبيود نيوكلياي، تمام تمام. بس اهم اشي يعني بتقدر تميز المونوسايت من انه شكلها شو اسمه زي الكلية. المهم وظيفتها الأساسية هسا المونوسايت، دقيقة بفرجيكم. هاي المونوسايت بتكون ماشي بشكل طبيعي بالدورة الدموية، تمام. بس تعرف انه هنا مثلا هذا عبارة عن باثوجين، تمام. فبتدخل المونوسايت لهون، بتدخل على المكان، بس توصل لعند الباثوجين بتتحول لإشي اسمه ماكروفيجز. الماكروفيج هذا وظيفته الأساسية بلعمة، فبس يوصل لهون ببتلع بهاي الطريقة، ببتلع الباثوجين وبيحطمه من جوا زي فكرة النيوتروفيل انه بفرز انزيمات وهيك. فبيكم ماكروفيج ذات فاجوسايت الباثوجين اند سيلولار دبري، يعني حتى حطام الخلايا مين اللي ببتلعه؟ المونوسايت بعد ما تتحول لماكروفيج. فالسؤال مونوسايت هي اللي بتبتلع؟ لا، المونوسايت بتتحول لماكروفيج والماكروفيج هي اللي بتبتلع، تمام تمام. واتوقع هيك خلصنا الصفحه، لا لسه ما خلصنا الصفحه. هسه خلينا نحكي هون. هسه هون بحكي لك ان الوايت بلاد سيل متى ما زاد عددها او متى ما نقص عددها عن العدد الطبيعي اللي حكينا عنه تحت، هو هذا الاشي بيدل لك على انه عندك ايش بيكون في عندك باثولوجيكال كونديشن. شو يعني باثولوجيكال كونديشن؟ يعني في عندك مرض، في عندك عله، في عندك خلل زيادة أو النقصان. أنت هون بتكون معك الهواء، في عندك بكتيريا، في عندك إنفكشن، في عندك حساسية. فخلص أنت مثلا تأخذ عينة الدم تفحصها، مثلا بتلاقي عدد النيوتروفيل زاد. هذا الإشي شو اسمه؟ نيوتروفيليا. حلل الجملة،
neutrophil filia معناها زيادة. High neutrophil count often a signal of bacterial infection. فزيادة النيوتروفيل إشارة على البكتيريال إنفكشن، إشارة على أنه جسمك فيه بكتيريا. نيوتروبينيا، نيوتروفيل بينيا ديكريز، تمام؟ اعرفوها هيك، نيوتروبينيا البينيا معناها شو اسمه؟ نقصان. بس أنه هاي الكونديشن النيوتروبينيا أنه في عندك النيوتروفيل قلعدة ديكريز النمبر أوف نيوتروفيل. هسا الإيزونوفيليا، إيزونوفيل فيليا زيادة. هاي إيزونوفيل كاونت مي إنديكيت الباراسيتيك إنفكشن. فشو اسمه الايزونوفيليا دليل على الباراسيتيك انفكشن. ايش الباراسيتيك انفكشن؟ معناها اتوقع طفيليات. هسه البيزوفيليا حكيت لكم بيزو معناها بيزوفيل، فيليا زياده، انكريز ان ذا نمبر اوف بيزوفيل. متى حكيت لكم بيزيد البيزوفيل؟ بالالرجن رياكشن، تمام؟ لما تقرصك نحله. هسه الليمفوسايتوسيس، هاي الليمفوسايت كاونت. سايتوسيس دقيقه افهمكم شوي، ليمفوسايت تمام، توسيس هاي معناها انه في عندك عملية تصنيع عالية. فهاي lymphocyte count are present in viral infection. monocyte monocytosis توسيس خلاص عرفوه انه عندك increase بالنمبر، increase number of monocyte which occur in infectious mononucleases. فنعيدهم بشكل سريع: neutrophilia bacterial infection، eosinophilia parasitic infection، basophilia allergic reaction، lymphocytosis viral infection، monocytosis infectious mononucleosis. ممكن تحفظوا وتسهلوا على حالكم المونوسايتوسيس انه بتبلش بحرف الام والمونونيوكليوسيس بتبلش بحرف الام. وبس هاي كل اشي عن المادة النظري. وهسه بدنا نحكي عن كم شغلة عن كيف. هسه خلصنا احنا اول اشي مفهوم الليكوسايت، هسه بدنا نبلش بكيف نحضر عينة الدم. هسه خلينا نحكي عن الموضوع الثاني من اللاب واللي هو preparation of blood smear، كيف نحضر عينة الدم. أول شيء إحنا محتاجين لسلايد واللي هو هذا، إيه راح نحط عليه عينة الدم. وبدنا أنتي كوأجولانت بلاد، إحنا عارفين إنه البلاد ممكن يتجلط، ولما يتجلط بيكون شكله مثل هيك. يعني عينة الدم بس تطلعها مثلاً خلينا نحكي من أصبعك مثلاً، تمام، وتنزل على الأرض شكلها راح يصير زي هيك. فعندي سؤال لكم، ليش عينة الدم لما سحبناها مثلا من السنترفيوج، أو لا عفوا عينة الدم بس سحبناها مثلا من هون وحطيناها بهذا التيوب، ليش ما تجلطت؟ لأنه هذا التيوب بنكون ضايفين عليه الأنتي كواجولانت مانع للتجلط، بيمنع العينة من أنها تتجلط وتمسك على بعضها وتصير مثل هذا الشكل، تمام؟ فإحنا بدنا نحط على العينة عينة الدم بعد ما نحطها على السلايد، بدنا نحط عليها أنتي كواجولانت. فعشان هيك إحنا محتاجينها. بدنا الكحول، بدنا بفر واللي عبارة عن محلول. أول شيء إحنا عارفين إنه بي إتش الدم من 6.35 ل 6.45. فعشان نحافظ على البي إتش تبع العينة محتاجين لهذا البفر يكون البي إتش تبعه 6.8، تمام؟ عدا عن هيك البفر هذا ممكن يحمي لك الخلايا، بيساعدك على انه الصبغة تثبت على الخلايا، بيساعدك لها انك تحافظ على الستركتشر تبع الخلايا، فاحنا محتاجينه. هسه بدنا نيجي للصبغات، وهون لازم تبصم، معلش يعني بحس انه هاي الشغلة مهمة. حتى بالاسئلة اللي بالسلايدات تبعت اللاب كان دكتورة جايبة سؤال على هاي البوينت. فاول اشي من الصبغات اللي احنا بنستخدمهم، اكثر اشي ممكن نستخدمهم لحتى نصبغ البلود فيلم، ايش يعني فيلم؟ اللي هي طبقه الدم اللي راح نحطها على السلايد، رومانوسكي ستين. هاي اهم شيء ممكن تعرفها بهذا شو اسمه بخطوات تحضير العينه اللاب. فهاي النقطه كثير مهمه، تمام. هاي الرومانوسكي ستين ايش بتتكون؟ بتتكون من بوليكروم ميثالين بلو، هاي اول واحد، وبعدين بتتكون من ايوزين، ايوزين اثنين، تمام. او ممكن نستخدم صبغات ثانيه، الليشمان ستين او الرايت ستين. وآخر شغلتين بدنا إياهم، أول إشي الماء المقطر، وبدنا نوع من أنواع الزيوت اسمه زيت الغمر. زيت الغمر له وظائف كثير مرتبة. أول شيء متى بنستخدمه؟ أول ما تثبت السلايد على الميكروسكوب بتحط فوق البلود فيلم قطرة منه. وظائفه جبتهم وحطيت لكم إياهم فوق بالصفحة. أول شيء بقول لك هو بيزيد الدقة. هسا ماشي انه العدسة كمان بتفرجينا يعني، وبتزيد الدقة والوضوح وكذا، بس مش للدقة اللي احنا بدنا اياهم. يعني بيضل في غباش، ما بتقدر تفرجينا كل التفاصيل كل الديتيلز. فاحنا بحاجة هذا الزيت بس زي ما حكيت، لانه له وظائف كثير مرتبة: زيادة الدقة، تحسين التكبير، بزيد لك الوضوح، بيخليك تشوف شغلات
بالعدسة أنت ما تقدر تشوفها، بيوضح لك شغلات برضو العدسة ما تقدر توضحها، والتشخيص تبعك بيكون 100% وبقدر أنك تشخص يعني تكون متأكد من التشخيص تبعك. هسا خلينا نحكي عن البروسيجر وكيف نحضر عينة الدم. أول إشي السلايد عندك، بتحط على نهايته زي لزيقة أو ورقة، تمام؟ لو بنلاحظ هون هيها وهي هون، هاي الورقة بيكون مكتوب عليها يا إما اسم الاختبار مثلا أو اسم المريض، معلومات عن المريض ومن هاي السوالف. بعديها بتحط بالنص تقريبا قطرة صغيرة شوي من الدم، أو بدك تنتبه لشغلة إنه أصبعك دايما ما يلمس هاي الجهة، الجهة اللي بدك تنشر عليها عينة الدم، دير بالك أصبعك يقرب عليها. لو بنلاحظ هون إنه أصبع اللي بيعمل هذا التست دايما حاطه على الورق، يعني هو مش حاطه هون على السلايد لأنه ممكن يخرب لك كل الاختبار. وثالث شغلة بحكي لك، لازم ننشر عينة الدم. لما ننشر عينة الدم بدنا نستخدم سلايد ثاني، يعني ما ننشر بأصبعنا أو مثلا بدا ثاني، هون هو مستخدم سلايد ثاني، يعني هذا السلايد نفس هذا السلايد. في بروسيجر معين لنشر الدم واللي هي هاي، بدي أفرجيكم إياها. أول إشي هو حاط عينة الدم، تمام؟ بسلايد ثاني، أول إشي بهذا السلايد بدي يرجع فيه لورا، بعديها يمشي فيه لقدام، يعني أول شي رجع لورا، بعديها مشي لقدام. هسه هون في معلومة صراحة بحس إنها مهمة، بحكي لك إنه إحنا بنقدر نتحكم بسماكة هاي العينة، عينة الدم على السلايد. كيف؟ لو بدنا العينة تكون ثك سميكة، لازم نعمل واحدة من هالشغلتين، يا إما وإحنا بننشر العينة على السلايد تحريكنا لهذا السلايد يكون سريع، فلما تحرك هذا السلايد بسرعة العين راح تكون سميكة، أو الأنجل الزاوية هاي تكون أكبر، يعني هذا السلايد يكون لفوق شوي، يعني أنت بتحرك مثل هيك السلايد بيكون مثل هيك وأنت بتحرك فيه سماكة العين راح تكون أكبر. بحكي لك يعني لو بدك إياه سماكة العين تكون رقيقة يعني اعمل العكس، بس إنه حرك السلايد ببطء والزاوية تكون شو اسمه قليلة مش يعني كبيرة، بدك تنزل السلايد هاد تبع لتحت شوي. نقطة 4 بحكي لك إنه بتمسك السلايد برضو من هنا وبتبلش تهز فيه بس عشان ينشف، تنشف العينة. بعديها تمسك 10 قطرات من الصبغة يا إما الرايت أو الليشمانستين وبتحطهم على هاي العينة، بعديها بتستنى 3 دقائق. بعد ما ينتهوا 3 دقائق بدك تثبت هاي الصبغة، بتحط 10 قطرات من الفوسفات بفر، تمام؟ بتحط 10 قطرات من الفوسفات بفر وتستنى 5 دقائق. بعد ال5 دقائق بلطف وبهداوة بتمسك هذا السلايد بتغسله بالماء المقطر وبتتركه ينشف. هسا خلينا نيجي ل بوينت رقم 8. هسا السلايد بعد ما صبغناه وثبتنا الصبغة وغسلناه بنحطه بالمايكروسكوب. احنا رح نستخدم عدستين، اول عدسة الباور تبعها بيكون كثير قليل، يعني قوة التكبير تبعها منخفضة. ليش؟ لأنه الخلايا بتكون متوزعة على السلايد بشكل غير متساوي، يعني في منطقة على السلايد بنلاقي توزيع الخلايا بيكون فيها كثير ممتاز وبشكل متساوي، ومنطقة بيكون توزيع الخلايا فيها كثير سيء. فإحنا لما نحط أو نستخدم العدسة الباور تبعها بيكون كثير قليل، قوة التكبير تبعها كثير قليل، بنحدد شو المنطقة الأنسب إنها، شو المنطقة اللي بيكون فيها توزيع الخلايا كثير مرتب ومتساوي. بعديها بنحط قطرة الزيت من زيت الغمر بنحط على السلايد، بعديها بنركب العدسة الزيتية. هسا بحكي لك إنه السلايد بعد ما حطيت عليه قطرة الزيت وركبت العدسة الزيتية ما تغطيه، وبعديها صير أعمل سكان بهاي الطريقة، تمام؟ يعني وأنت بتدور على الخلايا وأنت بتشوف بالخلايا اتبع هذا النمط. وبحكي لك إنه سجل أول بأول كل خلية دم بيضاء انت بتشوفها سجلها، وبيكون في عندك تابل تحت باسماء الخلايا، فانت بدك تعد لتقريبا 100 خلية، وبعدها بتوجد النسبة. هسا كيف بدك توجد النسبة؟ هسا مش حكينا انه لازم نعد تقريبا 100 خلية من الخلايا الوايت بلاد سيل؟ مثلا انت بتعمل سكان بهاي الطريقة على الشريحة بالمايكروسكوب لقيت تقريبا 60 حبة نيوتروفيل، 60 حبة بتضربهم بـ100 بعطيك 60%. هسا 60% بدك تسأل حالك سؤال، هل هي ضمن النورمال رينج اللي لازم تكون فيه النيوتروفيل؟ هسا ننزل لهون شوي، ايش هو النورمال رينج؟ حكيت لكم هذول
هذول النسب الطبيعية اللي لازم نلاقي فيهم الخلايا دم البيضاء بعينة الدم. فمثلا النيوتروفل لقينا فيه لقينا النسبة 60%، هاي النسبة طبيعية ولا لا؟ نسبة طبيعية والأمور ممتازة. وأتوقع إنه لحد هون الأمور تمام. هون بس إنه من العين اللي أنت لقيتها بدك تسجل الجرانيولوسايت تقريبا تجمع يعني نسبة الجرانيولوسايت كم، بتجمع النيوتروفيل الإيزينوفيل والبيزوفيل مع بعض وبتحط النسبة، والأجرانيولوسايت نفس الإشي. أتوقع إنه لهون أمور تمام، بس هسا بدي أفرجيكم فيديو صغير، بس الفيديو بيوضح لكم وبيفرجيكم كيف ممكن أنتوا تحضروا عينة الدم المستخدمة بشكل واسع في المختبرات جيدا قبل استعمالها. توضع نقطة صغيرة من الدم على بعد 1-2 سنتيمتر من أحد أطرافها في منتصف الشريحة. تفرد نقطة الدم باستخدام شريحة أخرى طرفها أملس ناعم، حيث توضع بزاوية 45 درجة وتحرك إلى الوراء حتى تفرد نقطة الدم وتملأ خط التماس بين الشريحتين. وتأكد من أن الفيلم يمتلك الصفات التالية: لا يحتوي على فراغات ويملأ ثلثي الشريحة، لا يحتوي على تعرجات، لا يتكدس الدم فوق بعضه البعض، أن يحقق شكل البصمة. وبعدها يترك الفيلم في الهواء ثم يصبغ بصبغة مناسبة. أما عن طريقة صبغ الأفلام فهناك عدة صبغات تستخدم لهذا الغرض، وتعتمد على الهدف من المسح والوقت المتاح وتوفر الصبغة. وأشهر هذه الصبغات صبغة جيمساستين. ولإجراء عملية الصباغة عليك اتباع التالي: أغمر الشريحة بمادة فيكسيشن. هسا بغض النظر عن أسماء الصبغات أو كمية الصبغة، إحنا نلتزم اللي بالسلايدات بس. لمدة 30 ثانية ثم أخرجها. أغمرها بمادة إيوسين لمدة 5-7 ثوان ثم أخرجها. أغمرها بمادة ميثيلين بلو ثم أخرجها. وأخيرا تغسل الشريحة بالماء الجاري لمدة 2 دقيقة، ويترك الفيلم ليجف، وتنظف الجهة الأخرى من الشريحة لإزالة بقايا الصبغة. طريقة فحص الأفلام: تفحص المنطقة الوسطى باستخدام العدسة الزيتية قوة تكبير 100 خلية، حيث توضع نقطة من الزيت على الشريحة ليمكن رؤية الخلايا بوضوح، ثم غطه بكفر وابدأ في عد كرات الدم البيضاء، وهو ما يطلق عليه بوضوح، ثم غطه بكفر. هون غلط، مش غلط ثاني بس اختلاف ثاني. الدكتور حكت انه ما نغطيه بكفر، بس هون بيحكوا انه غطي. لا، احنا نلتزم بالسلايدات، السلايدات مكتوب اول شيء ما بنغطي بكفر. وابدا في عد كرات الدم البيضاء، وهو ما يطلق عليه WBCS differential. واتوقع انه الامور لهون تمام. ان شاء الله الشرح يكون عجبكم، صراحه هاي اول مره اشرح فيها، فان شاء الله الشرح يكون شامل وما أكون قصرت عليكم بإشي، وبعتذر على العجقة اللي عملتها، بس برجع بكرر إنه هاي أول مرة بشرح. وآخر شغلة إني ضفت لكم هون أكمن عينة من الدم فيهم وايت بلاد سيل، فأنا بدي إياكم تحددوا الوايت بلاد سيل، أو إنه مثلا على جوجل ممكن تعملوا سيرش على البيزوفيل مثلا إيزونوفيل والليمفوسايت وتحاولوا تميزوهم عن بعض. بس زي ما حكيت لكم إنه ممكن تجيب لكم سؤال وتحكي لكم مثلا شو وظيفة هاي الخلية وكذا. وبس اتوقع انه لهون الامور تمام. وبس اذا بنطلب منكم شغلة اخيرة، انه تدعوا لزميلنا الخريج دكتور معاذ المعايطة، صار معه سكتة قلبية قبل حفل التخرج، فدعواتكم له انه وبالتوفيق ان شاء الله، موفقين بامتحانكم ويعطيكم الف عافية.